مع ارتفاع درجة الحرارة بالتبعية في استهلاك للكهرباء. عندنا طبعا امبارح الحكومة ذكرت في مؤتمر صحفي عن خطة لتخفيف الأحمال بتتضمن انقطاع الكهرباء لفترة معينة خلال يوم. طبعا كلنا في بيوتنا أول حاجة بتيجي في بالنا إيه؟ الأجهزة الكهربائية وإزاي نحافظ عليها من انقطاع التيار المفاجئ وعودته بشكل آخر مفاجئ، ممكن يكون الفولت عالي شوية فيأثر على الأجهزة الكهربائية. دلوقتي هناخد مجموعة من النصائح للحفاظ على الأجهزة الكهربائية. معانا الأستاذ أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية. يا أستاذ أشرف أهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذ محمد وبالساده المشاهدين. يا اهلا بيك. الناس بتسال نعمل ايه عشان نحافظ غير ان احنا نشيل الفيش، لانه برضو يعني احنا بننسى، واكيد حضرتك عارف يعني هننسى فيش موجود. انا ما من رايي الشخصي وقلتها في اكتر من مداخله، كلمه شيل الفيش انا ما بحبذهاش يعني، لكن احنا نقدر نعمل حاجه واحده سهله جدا جدا جدا. ان السكينه الرئيسيه اللي داخله من السلك العمومي بتاع الكهرباء دي انا بنزلها واسيبها تماما لحد النور بيرجع. بعد 5 دقائق أو 10 دقائق من رجوع التيار الكهربي ارفعها مره ثانيه. طب وانا هعرف منين انه رجع يا استاذ اشرف؟ يا فندم هم الحكومه قالت ساعه. احنا نقدر نقول نخليها ساعه ونص ونرفع بعد كده السكينه بتاعتنا، لكن علشان اشيل الفيش حضرتك ممكن تنسى فيشه. صح، ممكن تنسى فيش، لكن اللي أهم من ده كله أستاذ محمد، ودي اللي أنا يعني عايز ألفت نظر السادة المشاهدين فيها، أثناء تأسيس المنزل للكهرباء لازم أأسس الكهرباء، لأن ما بداخل الحيطان خطير جدا اللي هي السلوك اللي داخل الحيطان، لأن مش معقولة أبدا هشغل تكييف على سلك 2 ملي أو 3 ملي. صح يا حضرتك. فدي طبعا أنا برجو الناس اللي لسه بتأسس اللي لسه هتأسس ياخدوا بالهم منها. أما بالنسبة للشقق المتأسسة والشقق بتاعتنا اللي موجودة والكلام ده كله، مش هنضرنا حاجة إطلاقا إن احنا نجيب كهربائي يراجع لنا بس على الشبكة اللي دايرة داخل الشقة دي، هل السلوك دي أحمالها كويسة ولا لأ طبقا للاستخدامات بتاعتها، علشان أنا أقدر أحافظ على ممتلكاتي، لأن ممكن السلك ده يسبب لي حريقة. صحيح. طب ايه اكتر الاجهزه اللي بتتاثر بالتيار العالي؟ كل الاجهزه، كلها، كل الاجهزه بلا استثناء، مروحه بقى، تكييف، تقدر تتاثر. الحاجات اللي فيها الالكترونيات اللي هي فيها البورده دي اكثر عرضه للتلف من الاخرى، فعشان كده. طيب في بعض الناس يا استاذ اشرف وضح لنا برضو الموضوع ده، بيقولوا ان احنا التكييف ننزل المفتاح بتاعه، يعني مش مجرد ان هو انت نزلت المفتاح انت فصلت الكهرباء عنه. انت فصلت الكهرباء عنه، عشان كده انا بقول حضرتك هتنزل هنا سي مثلا، حضرتك عندك 3 تكييفات معايا حضرتك، فانت هتنزل هنا وهتنزل هنا وهتنزل هنا وهترجع تشيل فيشه الثلاجه وهتشيل فيشه الغساله وهتشيل كل الفيش بقى اللي محطوطه. فاحنا بنقول للناس يا جماعه هي عمليه بسيطه سهله جدا، افصل سكينه الكهرباء الاساسيه اللي داخله للشقه وبعد ساعه ونص رجعها مره ثانيه، او في زراير في لوحه الكهرباء بلاش السكينه كلها، اخلي بس زرار واحد فيه لمبه. يعني في لمبه عشان لما الكهرباء تيجي اعرف ان الكهرباء ان طيب الكهرباء جت خلاص، استنى شويه على ما اشغل الاجهزه ولا بص حضرتك 5 دقائق 10 دقائق ماكسيمم عشان اتاكد من انتظام التيار. بالظبط، تروح تشغل الاجهزه بتاعتك. في بعض الاجهزه استاذ اشرف كده بتكون ديجيتال انفرتر، يعني بتنظم هي التيار. مهم الاجهزه دي؟ كله مهم. دي ما بتتاثرش بقى. الحاجات دي حديثه يا فندم، والحاجات دي مش متواجده في معظم البيوت المصريه. صحيح، دي لسه حاجات جديده، فانا مش معقول مثلا اللي عنده تكييف مثلا هيروح يغيره عشان الموديل الاحدث. صح، الكلام ده كله. اللي عنده شاشه تلفزيون مش، لا انا بتكلم على العوام العام، ما بتكلمش على الحاجات اللي لسه طالعه من سنه او من سنتين. عظيم، شكرا جزيلا ليك يا فندم استاذ اشرف هلال رئيس شعبه الاجهزه الكهربائيه بالغرفه التجاريه.